ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة، وكتحضر معنا دكتورة صابرين الشتوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري في التغذية والحمية الصحية. أهلا بك دكتورة، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا بك سناء، ومرحبا بالمستمعين الكرام وبمدغج. الله يبارك فيك. بعد ما تكلمنا يعني على التهاب القولون من خلال يعني هذه الحلقة ديال اليوم، غادي نتكلموا على القولون العصبي واللي كنسميه بالدارجة اللي بغينا نقولوا يعني الأعصاب في المصران. فنبغيو بالحضور ديالك دكتورة إذا سمحتي، شنو هو المفهوم الطبي لهذا المرض اللي هو القولون العصبي؟ الوغ القولون العصبي ولا متلازمة القولون المتهيج هي الريتيبل باول سيندروم، ولا ما يعرف بالاي بي اس. هي أكثر الأمراض شيوع من بين الأمراض الوظيفية ديال الجهاز الهضمي. الوغ هو نوع من الأمراض ديال الجهاز الهضمي اللي كيمتاز بفترات سكون وفترات اللي كتفاقم فيها الأعراض، حيث أن الشخص كيحس واحد مجموعة من الأعراض مختلفة، فيها اون بارتي ديال الجهاز الهضمي وفيها اون بارتي ديال الجهاز العصبي ولا الجهاز النفسي. سكي بريت ا كونفوزيون، يعني الشخص ما كيعرفش واش سيت اون مالادي ديجيستيف، يعني مرض يعني في الجهاز الهضمي، يعني افكتيفمون خاصه بالجهاز الهضمي، ولا واش هو نوع من الاكتئاب او لونكسيتي. داكشي علاش الدياغنوستيك ديالو ديفيسيل، صعيب بزاف، صعيب انه الواحد يشخصه. الا بغينا نتكلموا على الاسباب قبل ما نمشيو للاعراض، يعني واش كاين اسباب معينه اللي ممكن هذا تعطي؟ لانه في الغالب كنسمعوا مثلا هذا السيد او هذه السيده عنده مثلا الاعصاب في المعده، ولكن الاعصاب في المصران الغيسيليه كنسمعوا بان الشخص ولا عنده الاعصاب في المعده، بس ملي كيكون عنده الاعصاب في المعده اوتوماتيكمون الجهاز الهضمي هو عباره عن على معده، على امعاء دقيقه وامعاء غليظه. سكي في كو ملي كيكون العصب في المعده كينتقل للمصران كيف ما كنقولوا، وكيدير الناس كون ابل لو كولون ايريتابل ولا القولون العصبي. مي هي فيريتابلمون ماشي نوع من العصب في المعده، احنا ما عندناش العصب، العصب اللي كان يعني فوالا هو الترجمه ديالو باللغه الدارجه ديالنا باش كنفسرو بطريقه بسيطه، كنقولوا بانه هو العصب في المعده. سورتو كو الشخص كيحس بواحد لابول، كيحس بواحد اون بول او نيفو دو ليستوما، كتبقى تضرب، كتعطي واحد النوع من النبضات اللي كيخالطهم مع نبضات ديال القلب. باسكو في ليستوما عندنا سكون ابل لو بليكسوس سولير، عندنا واحد الجهاز العصبي اللي عند جميع الاشخاص، ولكن على حسب الضغط لي اكزيرسي، يعني على حسب الضغط اللي الشخص كيعاني منه هذاك لو بليكسوس سولير، واش كيبقى يضرب بواحد الوتيره اللي هي كنحسوا بها كنسمعوها ولا لا. سي سكي في لا ديفيرونس. الوغ بالنسبه للاسباب اللي كدير القولون العصبي، فعندنا اولا هناك ضغوط نفسيه. كاين بزاف ديال الدراسات اللي بينات بان هناك رابط بين مرض القولون العصبي وبين الاشخاص اللي كيتعرضوا لضغوطات نفسيه سورتو يوميه، اما في اطار المهن اللي كيزيد فيها الضغط ولا التوتر العصبي، في اطار مهن اللي فيها دي غارد دو نوي، يعني خدمه بالليل فوالا، ملي كيطرا هناك اضطراب في لو ريتم دو سومي، ولا بالنسبه للاشخاص اللي ما كيقدروش على واحد لا بريسيون سوبليمونتير في الحياه اليوميه. يعني مثلا كان الا كان ضغوطات مثلا كتكون في تجهد ديالو ما كيقدرش عليها، كترجع افكتيفمون كترجع بمشكل مرضي مثلا فوالا. سينو كاين سوء استخدام الغذاء، وشنو هو شنو كنقصدوا بسوء استخدام الغذاء؟ يعني الافراط في تناول الطعام، اهمال وجبات الافطار، جعل وجبات العشاء وجبه رئيسيه، مثلا لي جون يزون با لو مونجي، ما عندهمش الوقت باش كياكلوا، سكي في كو كيجي حتى الليل وكيبغي يعوض لا جورني كلها، ما كيبغيش ياكل على برا، دونك ملي كيدخل بالليل كيتعشى واحد العشاء اللي شويه هو ثقيل. الوغ الوجبات اللي كتحتوي على توابل كثيره يعني حاره، الوغ نوطامون الابزار، باسكو الابزار كينشط الحركه ديال القولون، دونك يقدر يعطي تشنجات اللي هما بزايد. يعني ملي كناكلوا ماكله اللي فيها عطريه كثيره، وخاصه الا كان مثلا الابزار وبشكل يومي مثلا كنكثروا العطريه وبما فيها الابزار. افكتيفمون. بالاسباب وي اوسي اللي كيتناولوا الاشخاص اللي كيتناولوا البقوليات، يعني الحمص، العدس، الفول بكثره. هي دوك القطاني هي الحمص. باسكو القطاني كيحتوي على بروتينات، على احماض امينيه، هي مفيده جدا للصحه، يعني حنا كنصحوا بها دو ا تخوا فوا باغ سومين، ماشي بشكل يومي. يعني كل حاجه بالقدر ديالها، تستافدوا منها بالقدر ديالها. الوغ ثوازيامون كاين العوامل البيئيه، الوغ بسبب داك المناخ اللي كيكون تري شو، يعني سخون بزاف مثلا فوالا، والمناخ اللي كيكون بارد
في الشتاء، دونك الاشخاص كيقول لك ما كنقدرش نزاول حركه رياضيه في الشتاء باسكو كاين البرد، ما كنقدرش نزاول حركه رياضيه في الصيف باسكو في تري شو، سكي فو كيطرى واحد النوع من الخمول اون بيس داكتيفيتي فيزيك، يعني كيزاول الرياضه مثلا فصل الخريف ولا فصل الربيع سي با سوفيزون، نورمالمون الحركه الفيزيك ولا الرياضيه خاصها تكون بصوره يوميه متداومه. هذيك كدير واحد يعني الخمول في الجسم حتى هو ممكن يعطي هذا القول العصبي. الوغ اوتر شوز سي التغيرات الهرمونيه اللي كيكونوا عند النساء في بعض مراحل العمر، نوتامون لا بري مينوبوز والمينوبوز، يعني ما قبل سن الياس وسن الياس، حتى هي كدير واحد نوع من اضطراب نفسي اللي يقدر يشجع الاصابه بمرض القولون العصبي. يعني هذه كلها اسباب كنظن على انه على الاقل سهل انه الواحد ممكن الى يعني التزم بعض النصائح الطبيه وبحيد هذه العادات، ممكن يعني بعد نوبات كنلقاو شي اسباب اللي كتكون صعيبه علينا. مثلا يعني تكلمنا على انه الواحد يهمل وجبه ديال الفطور، يعني اهميه الفطور مهم بزاف، ما خاش انه الوجبه ديال العشاء تكون هي مهمه، الواحد ما يفطرش مزيان او لا ما يفطرش ويجي حتى العشاء ومثلا ياخذ اكلات دسمه، يعني حتى اننا القطاني نستافدوا منها الحمص والعدس والفول باعتدال. ولكن باعتدال العطريه كذلك ناخذها في الماكله ولكن باعتدال، وخاصه الابزار، هادو كلهم يعني امور اللي ممكن اننا نتجاوزوها الى الوغ افيكتيفمون هاد الامور نقدروا نتجاوزوها، مي كاين واحد الاسباب اللي ما نقدروش نتجاوزوها، كاين اسباب ديال الوراثه جينيتيكمون مثلا حتى هو ممكن افيكتيفمون كتلقاي بان العامل الوراثي مثلا كنلقاو اسره اللي كيعانيو كلهم من مشاكل ديال القولون العصبي، كلهم كيعانيو من مشاكل هضميه، افيكتيفمون هو بحكم الولاده بحكم الجينات هادو ما نقدروش نتحكموا فيهم. مثلا كتلقاي الجده الام البنت كلهم عندهم مشاكل سيميلير بحال بحال. اوتر شوز كاين اوسي الافراط من استعمال الادويه سورتو لي زانتيبيوتيك يعني المضادات الحيويه بدون استشاره طبيه، لان الناس مثلا كيكونوا مولفين واحد النوع من المضاد الحيوي ولا كيمشيو يشريوه بدون استشاره طبيه، الوغ كو داك المضاد الحيوي كيدير واحد النوع من المقاومه اون ريزيستانس ديال الجسم ديالنا ليه، الا خديناه المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، او ميم طون هو كيدير دي دوماج يعني اتاك جانبيه على الجهاز الهضمي. وخاصه لو انه تكلمنا شحال مره على هذا المشكل، هو انه ضروري الادويه وحتى المضادات الحيويه خاصها تتخاذ باستشاره طبيه، لانه للاسف يعني بزاف ديال الاشخاص اللي كياخذوا الدواء المره الاولى وكيرتاحوا عليه كتبقى عندهم لوغدونونس وكيمشيو كياخذوا يعني بكل سهوله، في حين هذا خطا اللي يقدر يعطي مضاعفات اللي هي كثيره. افكتيمون الوغ كاين اوسي العادات السيئه مثل التدخين، مثل تناول المشروبات الكحوليه وتناول القهوه ولا الشاي، يعني المنبهات بكثره بافراط. كاين اللي عنده افراط كيشرب اتاي مثلا والقهوه يعني بكميه كثيره خلال اليوم. وي كاين اللي كيفطر بالقهوه كيشرب اتاي مع 11 في الكوتي، كيشرب قهوه كحله وسي في فان دو سواغي، يعني عندنا كونسوماسيون بزاف ديال القهوه ديال اتاي باغ جور اللي هو هي كتهيج القولون والجهاز الهضمي، دونك كترجعو بلو فراجيل يعني حساس. إلا مشينا الأعراض ديال هاد القولون العصبي، يعني الأعراض اللي ممكن أنه الشخص اللي ربما كيسمعونا اليوم وعندهم هاد المشكل على الأقل يعرفوا راه هذا قولون عصبي ويمشيوا يديروا استشارة طبية ولا متابعة طبية. ألوغ الأعراض ديال القولون العصبي هي أعراض مختلفة بزاف، البريتا كونفوزيون بين الجهاز الهضمي كيف ما قلنا ولا الجهاز العصبي، سكي في كو التشخيص ديالو الى ان بو ديفيسيل، بعض مرات المريض كيحس بنوع من الاحباط لان كيمشي عند الطبيب كيقول له انا كدرني هنا كدرني هنا كدرني هنا، الوغ مني من الطبيب كيدير جميع الفحوصات كيقول له انا ما عندك والو، لان 98% ديال حالات القولون العصبي ما كنلقاوش في لي زيكزام كومبليمونتير يعني في التحاليل وفي لا فيبروسكوبي، يعني ملي كنديروا المنظار ما كنلقى والو، لان الشخص عنده داك البطانه ديال القولون ما مريضاش، ما كاينش هناك حاله من الالتهاب، هي تيبيكمون يعني حاله نفسيه عصبيه مع نوع من لا فراجيليتي، يعني كيكون القولون حساس. هذه الصعوبه في تشخيص المرض افكتيمون، ولكن سوغ لو بلون اناتوميك يعني عضويا فالقولون سليم، يعني ما فيهش ان بروبليم اللي غنداويه. شنو غنداويو؟ غنداويو الاعراض. الوغ هاد الاعراض اون بو افوار الام مزمنه في البطن، يعني حريق اللي كيكون انسوبورتابل للشخص كيضربو بزاف، مع نوع من التشنجات دي كرامب كيمشيو كيجيو افكتيفمون كيمشيو كيجيو، عندنا اسهال مزمن
مع واحد البراز مخاطي صافي دير كو في بحال خيوط يعني الخروج كيكون الخروج كيكون بحال في خيوط فوالا عندنا بعض المرات امساك مزمن يعني كيجيب اما اسهال ديغي اما القلق يعني امساك افكتيمون اما التيرنونس اما هناك اسهال وامساك بالتناوب مي الشخص عمره ما كيكون عنده ان ترانزيت نورمال يعني الشخص عمره ما كيقدر يدخل نورمالمون يعني اما الاسهال اما الامساك اما بزوج ولكن يدخل بطريقه عاديه عمرها ما كتكون الوغ اوتر شوز عندنا زياده في الغازات صافي دير واحد الاحساس بالغاز وبالانزعاج يعني الشخص عا كيتناول الوجبه اوتوماتيكمون كيحس بالكرش ديالو تنفخات سور لو شون تنفخات بهذوك الاصوات اللي كاينين ديال الغازات ولا ماشي بالضروره هي تنفخ هي كتنفخ بالغازات وكتنفخ بكثره الافرازات ديال الخمائر باسكو ملي كترى الناس كون ابل اون بيرتورباسيون ديال الفلورا لان القولون ديالنا متكون من واحد البكتيريا ومن واحد الخمائر ملي كترى لنا اون بيرتورباسيون ديك لا فلور لان مثلا الضغط النفسي ولا العامل الوراثي ولا المنبهات كدير لنا اون بيرتورباسيون ديال ديك لا فلور فالخمائر كيولوا كيتفرزوا بالزيت لي لوفور كيولي يتفرزوا بالزيت وحنا كنعرفوا بان الخمائر كتعطينا نوع من الغازات دونك هذاك الغاز اوتوماتيكمون غير كناكلو لو فونتر كيتنفخ سي سيستيم سي سور لو شون سيستيماتيك الوغ بعد المرات كيكون عندنا هبوط حاد في الوزن نظرا للاسهال فالشخص اش غنقول لك اي فيت دو مانجي كيقول انا ما بغيتش ناكل باش ما تطراش لي لا دياري باش ما تطراش لي الحريق دونك كترى هبوط حاد في الوزن يولي نقص في الوزن ديالو وي كترى حمى اون فيفر كترى فقر الدم لان هذوك التشنجات وهذاك الضغط العصبي كيخلي المصره ما خدامش مزيان كيف يكون الامتصاص مع العلم بان الامتصاص اي سو باس في القولون يعني كيطرى في القولون ملي ما كيبقاش الامتصاص مزيان اوتوماتيكمون عندنا واحد فقر ديال الدم وعندنا هبوط في ليتا فيزيك جينيرال يعني الحاله الجينيرال علاش لان ما كيبقاش امتصاص ديال البوتاسيوم ما كيبقاش امتصاص ديال الفيتامينات وديال الاملاح المعدنيه يعني كيولي الشخص بحال فاشل عيان بحال متعوب وي الوغ كنشوفوا مسكون ابل متلازمه التعب المزمن نظرا لتراكم السموم اكوميلاسيون دو توكسين حيت القولون ما كيبقاش يمتص بواحد الطريقه اللي هي كتصفي لنا السموم كنلقاو بعض المرات عند الناس الكبار الام في المفاصل والعضلات يعني هي كيدير كيشدها الحريق في المفاصل والعضلات هي كتظن بان نوع من البروده ملي كنديروا الفحوصات كنلقاو بان ماشي البروده بان مشكل ديال القولون العصبي اللي عطى الام في المفاصل الام في العضلات كيعطي هاد الاعراض ويقدر بعد ما غير توصل تكون ابل لافيبروميالجي لافيبروميالجي هو الام في سائر الجسم يعني يعني في المفاصل كلها اللي كاينه في الجسم كتحس انه بحال كاين حريق او لا وي الوغ الم هو شويه اسي امبورطون يعني كتحس كيحس به الشخص كيحس بالمفاصل في العضلات وكيحس اوسي او نيفو ديال الراس يعني داك الصداع النصفي وهما كلهم يسون لي القولون العصبي يعني داك الصداع النصفي بحال شكل ديال الشقيقه تقريبا افكتيمون مي هو نصفي نصفي ومني من جهه وحده في الراس افكتيمون الوغ المريض كيدير شبكه ديال الراس كيدير سكان ما كيلقى عنده والو ما كيلقى عنده والو مي ملي كيكون مصاحب الاسهال مصاحب لافيبروميالجي مصاحب للتعب ولا الفقر الدم ديك الساعه كنشكو في القولون العصبي واخا سمحتي دكتور حنا كنتكلموا على هاد الاعراض ديال القولون العصبي تكلمتي على يعني الخروج ملي تيكونوا فيه مثلا خيوط يعني ولا يعني هذاك الاسهال اولا الامساك المزمن واش ممكن على انه في هاد الاعراض نلقاو مثلا خروج الدم وي الوغ في الحالات القصوى مثلا الا الشخص كان عنده قولون عصبي ما داواه ما داواش تعيش معه حاول تعيش معه ما تبعش واحد التغذيه اللي هي ضروريه بالنسبه للقولون العصبي بس كل القولون العصبي ما عندوش دواء عنده مهدئات ومسكنات للالام و دي ميديكامون اللي كنتعاونوا بهم على باش ناميليوريو الحاله النفسيه مي سي سورتو التغذيه لان التغذيه هي السر ديال القولون العصبي دور مهم بعد ما قالت شنو كيطرا سي كل القولون العصبي كيتطور وكيولي قولون هضمي لان كاين جوج الانواع ديال القولون كاين القولون العصبي اللي هو الكولون اغيتابل اللي قلنا حاله نفسيه وكاين القولون الهضمي لا كولوباتي فونكسيونيل اللي المزران ديك الساعه كيكون فيه واحد الاصابه عضويه يعني القولون العصبي باش الناس يعرفوا يفرقوا القولون العصبي المزران ولا القولون ما كيكونش مصاب لا بتقرحات لا بثقوب لا باي مشكل مرضي باغ كونطخ في القولون الهضمي نو ديك البطانه الداخليه ديال القولون كتكون اتانت كتكون مصابه
الوغ في القولون العصبي ملي كنديروا الفحوصات وكنديروا ليكزامان ديال البراز وكنديروا الفيبروسكوبي ما كنلقاوش مرض. هادشي اللي بغيت نقول لك دكتور، يعني الصعوبه في تشخيص المرض، يعني اشنو كديروا على اساس انه فتح اللي ما كيبانش؟ واش كتبنيو هاد الامور على الاعراض ومن ثم يعني الوغ كنبنيو الامور على الاعراض وكنبنيو اوسي على الوغ الثقه اللي كاينه بين الطبيب وبين لو باسيون ديالو. سافو دير ملي كيجي عندك ان باسيون وكيقول لك انايا جي مال ايسي وكيعاود لك الاعراض ديالو، يعني يفو توجور بونس، يعني خصنا ديما نفكروا بان كاين احتمال قولون عصبي. الوغ وخصنا نعرفوا نربطوا بالاعراض، يعني ماشي الام مفاصل كتعني بان هناك بروده، ماشي شقيقه كتعني بان هناك شي حاجه في الراس، الام الكتف ما كتعنيش اوتوماتيكمون بان مثلا المغاربه كيربطوا الم الكتف الكتف الايمن كيربطوا دائما بالمراره. سي با سيستيماتيك، يعني هذا ماشي قاعده يعني اساسيه. الم اسفل الظهر ماشي انسياتيك، بعد المرات كيكون قولون عصبي خاصه، وان هاد الامور كلها كتشابه فضروري ان التشخيص ديال الطبيب. الوغ علاش؟ باسكو القولون العصبي كيدير افراز ديال الغازات، حنا كنعرفوا بان الغازات هي مواد خفيفه جدا، مثلا ملي كنقبطوا كاسه الماء اون باي وكان اون سوفل في ديك لا باي ملي كنفخوا فيها دوك لي بول كيطلعوا الفوق داكو، سي لا ميم شوز كو الغازات. الوغ الغازات في القولون كيبداو من التحت، يعني في لا بارتي باس، ومني كيطلعوا كيطلعوا الناس كون ابال لي كادغ كوليك، يعني ولي زانغل كوليك، يعني الزوايا ديال القولون. هذوك الزوايا فين جاوا؟ وحده جات تحت من الكبد وحده جات تحت من القلب. الوغ الشخص ملي كيطلع له مشكل ديال الغازات وكيطلعوا دوك الغازات اوتوماتيكمون كيزيروا على الكبد وكيزيروا على القلب، دونك الشخص كيحس بالم في الكبد كيشك في المراره، بعد مرات كيحس بالم في القلب او نغزه في القلب كيقول عندي القلب ولا عندي ليبيرتونس. هنا هو الرول ديال الطبيب، الرول ديال الطبيب انه خصو يكشف على الكبد ويكشف على المراره ويكشف على القلب وليسا دو دولي لي شوز، لان بعض المرات كنلقاو بان الشخص غير القولون العصبي داير له الم ونغزه في القلب، داير له الم في المراره. هذه الحالات كنشوفوها كثير للاسف، ويعني كيمشيو يعني كيديروا استشارات طبيه مختلفه وما كيعرفوش فين كاين المشكل حتى انهم كيقنطوا من العلاج. ايفيكتيفلي ولا درت الشبكه ديال راس ما لقيت والو، مشيت عند طبيب المفاصل شفت المشكل ديال القلب ما عندي حتى شي حاجه، وما يعني كيف ما قلتي التشخيص ديال هذا المرض اولا على العموم القولون، يعني العموم يعني صعيب، يعني خاص الواحد تكون استشارات طبيه ودقيقه جدا. سورتو كو الشخص كيصاب كيتصاب واحد النوع من الاحباط باسكو لي با كومبري، هو زعما ما لقاش اللي قبالته اللي غيفهمو، دونك اوتوماتيكمون القولون العصبي كيدير نوع من الديبرسيون والاكتئاب. والاكتئاب كيف ما قلنا كاين واحد الحلقه مشدوده، يعني ان سيرك كيفيرمي، الاكتئاب كيدير لنا القولون العصبي والقولون العصبي كيزيدنا من حاله الاكتئاب. دونك خصنا نردوا البال، هاد نردوا البال. وحنا كنتكلموا اليوم على القولون العصبي، يعني فوقاش كتوجهوا الشخص المريض بهذا المرض على انه يمشي عند طبيب الاعصاب نورولوج او لا عند اخصائي نفسي؟ الوغ نورمالمون ملي كيمشي عند الطبيب وكنكتشف كنديروا الفحوصات وكنلقاو بان قولون عصبي، الوغ كاين الادويه ديال القولون العصبي، كاين الادويه ديال كيف ما كنقولوا العصب ديال المعده ولا ديال المصران، ادويه غتخفف الاعراض ولا غتعالج لي دو؟ الوغ كنعطيو ادويه اللي كتخفف الاعراض، لي زونتي انفلاماتوار لي زونتالجيك لي كورتيكويد، وكنعطيو ادويه اللي كتخفف من الاعصاب ديال القولون العصبي. مي خصنا نكونوا قادرين باش نديروا الفرق بين حاله من اضطراب نفسي بسيط اللي دارت القولون العصبي وحاله ديال اكتئاب حقيقي. يعني مثلا في حاله الاكتئاب الحقيقي ديك الساعه خصنا نصيفطوا لاخصائي نفسي، نوجهوا يعني المريض للاخصائي نفسي. وي مي في حاله ديال قولون عصبي اللي كيكون بسيط واللي كيكون صاحب حاله من الارق ولا بلونكسيتي، يعني بمجرد اننا كان ميتريزيو داك القولون العصبي فكيختفي جميع الضغوطات النفسيه وكيختفي كل شيء. القولون العصبي واش ممكن نلقاو قولون عصبي مثلا اللي المريض كيعاني منه ولكن غير مؤقتا بزوال هذاك العرض او داك الظرف اللي هو عنده صافي ما كيبقاش هذاك المشكل، وبين مثلا قولون عصبي اللي هو مزمن؟ الوغ المشكل سي كو القولون العصبي هو مرض مزمن، كيف ما قلنا كيمر بواحد الفترات ديال السكون و دو بوسي ريميسيون، يعني مره كيبان مره ما كيبانش، دونك بعض المرات الشخص كيمشي له سنين ولا شهور ما كيرجع بمجرد اي ضغط نفسي اي ارق كيرجع هذا المشكل ديال ويس كيف كو الشخص كيكون ديما خصو يكون اتنتيف لسون كور، يعني خصو ديما يكون يرد البال الجسم ديالو دوك لي ميساج اللي كيصيفط له يرد لهم البال. حنا ما كنقولوش ان خصو يتهول، يعني دو با سانكيتي ولا يخاف،
وي في نفس الوقت مي دوات خلي كود دو سون كور يعني خصو فريمون اي حاجه كيحس بها يرد لها البال واش كتفاقم واش كتطور واش كتمشي واش كتزول سكي امبورطون واخا غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه وتعرفوا على كل تساؤلاتكم الطبيه وغادي نمشيو ونرجعوا رفقه الدكتوره وحنا كنتكلموا اليوم على المرض ديال القولون العصبي غادي نمشيو باش نعرفوا شنو هما المواد الغذائيه اللي ممكن انه الشخص المريض يتناولها واللي هي مزيانه ليه وصالحه ليه وشنو هما الماكولات او المواد الغذائيه اللي ممنوعه ومن الاحسن انه يتجنبها تفاديا او للوقايه أو باش كنخفوا من الأعراض ديال القولون العصبي. غنتوقفوا مع فاصل ومرحبا بتساؤلاتكم للدكتورة على 0522 88 00 60 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري في التغذية وفي الحمية الصحية. اليوم كنتعرفوا معها على المرض ديال القولون العصبي. غنمشيو مباشرة نستقبل مكالمتكم الهاتفية. ناخذوا أول مكالمة معنا فاطمة من العيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة، مرحبا لله. دايرين بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله الله يبارك فيك، مرحبا. سمحوا لي أول مرة كنهضر في المباشر مرحبا. في التليفون. كاين حتى مشكل، تفضلي فاطمة. الله يخليك، بغيت نسول الدكتورة. مرحبا. دابا هاد الشيء اللي هضرتوا عليه نفسيا. بحال أنا عندي واحد اليد كضرني. وي. من الفوق من عند المفصل. وي. كيعطيني بحال الضوء في يدي. وي. وكان عندي هذا الاكتئاب، كنت مريت من واحد الفتره ديال الاكتئاب. وي. ومؤخرا مشيت دوزت قال لي عندك روماتيزم. وما عرفتش دابا واش عندي هذا القولون العصبي ولا ما عرفتش. الوغ شنو هما الادله بان عندك روماتيزم؟ واش درتي التحاليل ديال الروماتيزم؟ التحاليل ديال الروماتيزم؟ لا، الكشف عادي. اها. شافني بيدو هكا قلبني، دار لي راديو، خلاص هذاك ما شفتها شنو فيه. دار لي الصناطه ديال القلب، عرفت له عندي واحد الضربه في القلب بحال الخلعه، بحال هي اصلا كتجيني بحال الخلعه، حيت قلت لك مريت من واحد الفتره خايبه شويه. وي. ولات مره كتجيني هذيك بحال الخلعه، كنسحب واش قلبي غيوقف. هذه كنسميوها لونغواس الشريفه، هذيك الخلعه كتكون وهي من علامات القولون العصبي. وخلاص بانك درتي اكتئاب في السابق، يعني عندك تكون ابل ان فاكتور فافوريزون، يعني عندك اكثر قابليه واستعداد بانك ديري القولون العصبي. ولكن الروماتيزم هنا كنديروا التشخيص ديالو على حساب تحاليل دمويه، الا ما درناش التحاليل فالكشف الطبي ما يمكنناش نعرفوا بان كاين روماتيزم ولا لا. واش انت مازال كتناولي مضادات الاكتئاب ديالك؟ لا لا، ما انا ما كاع اصلا داك الدواء ما تنبغيش ناخذو، وكنت درت عيب القران وبالدعاء وبالصلاه وبقيت كنعيد الدعاء والاذكار وصافي حتى شويه. المهم بحال نسيت داك الشيء، بحال انا بغيت ننسى داك الاكتئاب داك الشيء اللي كنت كنمر به. هو شريفه هادشي اللي كتقول زعما ديال القران والرقيه مزيان، زعما ما كاينش شفاء اكثر من شفاء الله سبحانه وتعالى، ولكن الواحد خصو ياخذ الدواء. علاش؟ لان الاكتئاب في الاول كيكون نفسي بحت، من بعد ما كيبقاش نفسي كيولي بسيكوسوماتيك، يعني كيولي نفسي وعضوي. دابا هادشي اللي كتحسي به ديال الحريق في اليد وفي العنق والنغزه في القلب، فهي سكون ابل ديبرسيون بسيكوسوماتيك، يعني الاكتئاب ما بقاش نفسي ولا عضوي. هذا كتحس به افكتيمون، هذا ليكسبليكاسيون ديالو، التفسير ديالو بانك ما خديتيش الدواء ولا تعطلتي في الدواء. داكور. لا كملت، ولا عطاني فيه فانجور كملتها ولكن خايب، وداك قال لي هذا راه شنقول لك، قال لي هذا راه بحال قرقوبي هكا بهذه العباره. داكور. قال لي هذا الا بقيتي كتناولي راه تقدري تولي في واحد الحاله. الوغ هو عطاك الدواء ديال الاكتئاب، انا كندوي على الدواء ديال القولون العصبي لان لا لا ما استعملتوش. لا قلت لك، قال لي ملي مشيت ندوز مؤخرا قال لي عندك روماتيزم. لا الوغ خاصك تمشي تشوف طبيب مختص داكور، وتقول له انا كنت عندي اعراض. سمحي لي دكتوره، اختصاصي فاش في الاعصاب ولا في العظام؟ الوغ الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي، في الجهاز الهضمي ماشي في الجهاز الهضمي. داكو. وغتقول له بون فوالا انا عندي جميع اعراض القولون العصبي، كنشك في القولون العصبي، واش ممكن تكشف عليا وتعطيني الدواء ديال القولون العصبي؟ حيت الدواء ديال القولون العصبي هو اون ميم طون في نفس الوقت كيكالمي المسران داكو، وكيكالمي الاعصاب الجهاز الهضمي، ماشي الاعصاب اللي على بالك، اللي انت خايفه منه. داكو. ماشي داك الدواء اللي انت كتخاف منه.
صافا فاطمه غير حاولي ما تهونيش وديري استشاره طبيه عند اخصائي في الجهاز الهضمي ان شاء الله يكون خير. صافي راه داكشي اللي كنت عارفه نيت ولكن قالوا لي استشار ايام مع ذوي الاختصاص. شكرا لك بزاف فاطمه، مرحبا بتواصلك معنا. وغادي ناخذ معنا سي محمد من صفرو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا سيدي. كيف دايره اختي بخير؟ الله يبارك فيك. مرحبا. بخير. تفضلي عندك شي تساؤل للدكتوره. مرحبا سيدي تفضل. اختي انا بغيت نسول الدكتوره. كتجيني بحال الزيره، كتجيني بحال الزيره في الدات ديالي كامله، كتجيني بحال بنتخص على بنضيع. اها. كتجيني من تقريبا من 2008 وهي كتجيني، وبقى كتجيني مره في 3 شهور 4 شهور، ودابا هاد الايامات ولات كتجي كتمر رمضان وليا ولات كتزيرني بزاف. اييه. وتما بحال ما كتن بحال ما بقيت نفكر ولا شي حاجه كيجيني هاد بحال هاد الشكلات. واخا، واش عمرك الشريف عبرتي لاتونسيون ديالك؟ كان نعبرو مره مره تنعبرو تلقى في ديك تلقى ديك 10 10 10 شويه هابط. شحال السن ديالك؟ السن ديالي شي 28 عام. 28 عام 10 شويه هابط. عمرك درتي تحاليل ديال الدم باش نقلبوا على على فقر الدم؟ لان فقر الدم كيدير ديك الزيره اللي كتحس بها وديك السخفه. ما عمرني لا ما عمرني درت شي تحاليل، ما عمرني درتها. الوغ خصك دير تحاليل ديال فقر الدم. مشيت واحد كنت مشيت عند واحد الدكتور. وي. وعطاني شي عطاني شي فانيد شربتو ديال قال لي راه بحال عندك غير العصر شويه شرب داك الفانيد ما خلانيش نعس كاع ما نعس بيت دوك الليدين ديالي ورجليا كلشي ديوزوز عليا صافي انت ما بقيتش خديتيه. لا شربت من فانيده وحده هي اللي اثرت عليا بزاف ما خلاتنيش نعس بالليل كامل وانا فايق صافي مع الصباح صافي ما بقيتش كنشرب فانيده وحده شربت من دونك الدواء ما والمكش. لا والمنيش ضرني في المعده. وي الا سمحتي دكتوره واش على حساب يعني التحاليل ديال فقر الدم؟ وي يعني يمشي عند الطب العام ويطلب منه تحاليل يمشي عند الطب العام ويطلب وي ويطلب منه يدير له تحاليل ديال الدم لان فقر الدم كيدير ديك السخفه وديك الزيره ويعبر باستمرار لاطونسيون ديالو. التونسيون ملي كتكون هابطه هو عنده 28 سنه عنده التونسيون 10 هذيك التونسيون ملي كتكون هابطه حتى هي كدير السخفه وكدير التعب. الا بدا قلب مثلا من بعد ودار التحاليل ومثلا شنو التونسيون شحال خصها يكون فيها مثلا؟ انا ما 11 مينيموم 11 ما تكونش نازله 10 نو نو ما تكونش نازله 10. اذا كيف ما سمعتي سي محمد من الاحسن يعني استشاره طبيه في الطب العام وديك الساعه طلب منه التحاليل ديال الدم باش تعرف منين كتجي ديك الزيره منين كتجي ديك السخفه واش كيف ما شكيت يا دكتوره الا ربما يكون فقر الدم واش فقر الدم واش ليبوتونسيون ولا كاريمون قال لك كيتعصب شويه ولا كاريمون واش القولون العصبي من اعراض القولون العصبي. معنا مكالمة أخرى. أم حسن من جرادة. ألو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الزوج ديالي كيشكي بهاد المشكل ديال القولون العصبي. إييه. كيدير الفشلة والسخفة وديما ماشي هو هذاك. ومشى مشى شاف الطبيب؟ واه مشى شاف الطبيب وعطى شي أدوية ولكن زعما ما تحسن ما والو غير عطى غير العيا وصافي. حيت شوف يا شريفة كاين الدواء ديال القولون العصبي، كاين الدواء اللي كيكلم الحريق داكوغ، كنعطيو فيتامينات باش الشخص ما يبقاش متعوب داكوغ، وكنعطيو واحد الدواء ديال القولون العصبي اللي كيكلم الجهاز الهضمي ما كيخليش داك الحريق والتشنجات. واحد الدواء بحال ديال هذاك ديال الصرع تقريبا انا جاني. لا هذا شوية مجهد عليه. لان القولون العصبي هو عنده يعني ان كومبوزونت هضمية أكثر من نفسية، دونك خصنا نكلميو الجهاز الهضمي. وشنو هو الحل زعما واش الوغ الحل اللي يشوف طبيب مختص ديال الجهاز الهضمي داك هو مشى عند الدكتور ديال الجهاز الهضمي هادشي اللي عطاه ما عاودش رجع عنده مثلا يتسال يتشاور معاه يقول لك الدواء جاني مجهد ولا افكتيفمون يقول له الدواء ما تحسنتش الحاله ديالي باش يعطيك دواء اخر. ميرسي صافي واخا تحياتنا لك ام حسن من جرادة. الواحد ما يقنطش يعني من الاول لانه حتى الطبيب راه عنده واحد الدور مهم وصعيب عليه انه يعرف كل شيء يعني ضروري انه بحال دابا مثلا الحاله ديالها تبعت تريتمون ديال 20 يوم مثلا 15 يوم ما تحسناش الحاله نرجع عند الطبيب بيان سو باسكو كاين لو كونترول يعني مثلا كيعطي الدواء فوالا وكنرجعوا كونترول باش نقولوا واش الدواء جا معنا ولا ما جاش معنا. ولكن انا اللي كنقول لهاد السيده ان رجلها ما خصوش يبقى بلا دواء باسكو العواقب ديال القولون العصبي كتخلي الشخص ديما متعوب فاتيكي ما قادرش يخدم ما قادرش يزول حياته اليوميه بكل زعما انرجي بكل طاقه دونك خصها افكتيفمون تمشي دوز مره اخرى وما تقنطش وترجع كونترول وتقول للطبيب بان فوالا الدواء راه ما جاش معاه باسكو الدواء ديال الصرع ماشي هو الدواء ديال القولون العصبي.
وماشي كيف ما قلنا صعوبة التشخيص كتجعل بأن ماشي جميع الأطباء قادرين على التشخيص ديال هذه الحالة وإعطاء الأدوية المناسبة. هادشي علاش دكتوره حنا كناخذوا دابا المكالمات الهاتفيه باش ما يدركناش الوقت، لانه بغينا نكملوا الجانب المهم يعني في هذا المرض ديال القولون العصبي، الجانب ديال التغذيه، لانه كيف ما كتذكري دائما انه التغذيه مهمه جدا، هي الاساس ديال الوقايه والعلاج من بزاف ديال الامراض واللي حنا كنغلطوا فيها. وصراحه كنتفاجئوا دائما بالحضور ديالك، وانه كاين بعض المواد الغذائيه طبعاً اللي كنمشيو ناكلوها واخا عندنا هذا المشكل او هذا العرض الصحي، في حين ان خصنا ننتبهوا لها او نمتنعوا عليها او نقصوا منها. أوي. والعكس كذلك، كاين شي حويجات اللي كيكونوا مهمين لهذاك المشكل اللي عندنا وما كنغفلوا عليه، فنمشيو مثلا الحويجات اللي مناسبين اللي صالحين انه الشخص ياكلهم. الوغ المواد اللي صالحين لامراض القولون العصبي هي المواد اللي كتحتوي على الالياف الخشبيه. الوغ فين كاين هاد الالياف الخشبيه؟ فهما كاينين في واحد المجموعه ديال الخضر اللي كانت المحمضه اللي كنسموها الحمضيات. ماشي الحمضيات اللي في الفاكهه، ما الحمضيات اللي في الخضر. الوغ شنو هي الحمضيات اللي في الخضر؟ هي توسكي لا فامي ديال او الاسره ديال الخرشوف، ديال السلق، ديال القرنينه او ما يسمى بلي شاردون، الوغ البقوله، لي زيبيناغ، سبانخ داكور، و الحميضه. هادو كلهم حمضيات ديال الخضره. وي حمضيات ديال الخضره كتحتوي على ديك الالياف الخشبيه، كتحتوي على الفيتامينات ا سي او كا. هاد الفيتامينات هي مضاده للاكسده، كتحتوي على لي فلافونويد اللي هي كتحمي القولون من امكانيه حدوث سرطان، كتحتوي على دي زونتي غاديكو ليبر، هي مواد اللي كطرد الغازات وكتخفف من الانتفاخات وكتقوي المناعه. دونك كيف ما قلت، السلق، القرنينه، الرجله، الخرشوف، الحميضه، البقوله، داكو هي السبانخ. وي، وفيها املاح معدنيه وفيها ماده لينولين. هاد ماده لينولين هي ماده اللي كتخلي هذوك الخمائر اللي كيعطونا الانتفاخات والغازات كتخليها في واحد لينكتيفيتي، يعني كتخليها ما كتفرش بزاف هذوك المواد اللي كديرونجي المرضى. اذا هادو حمضيات ديال الخضره اللي مناسبه انه الشخص اللي عنده القولون العصبي يتناولهم. واخا وي الوغ حاجه اخرى كنوصيو بلي زاسبيرج. لي زاسبيرج حنا الوغ في المغرب عندنا لاسبيرج متواجد. كاين انواع، كاين انواع فيه حتى هو عنده الاسره ديالو، يمكن كاين شي جوج ولا ثلاثه ديال الانواع كنشوفهم انا وي في المارشي افكتيمون. الوغ جميع انواع الاسبيرج مفيدين، هما غنيين بالزنك، غنيين بالاسيد فوليك، غنيين بماده الحديد وماده الكلوروفيل. وحنا الحمد لله في المغرب عندنا هاد الحمضيات وهاد لي زاسبيرج فهي متواجده. دونك انا كننصح الناس باش يستعملوا وصفات يعني اللي يدخلوا فيهم هذه الاسره كلها، يعني مثلا غنستعملوا الحميضه مع السلق مع القرنينه في طبق واحد بور بوتونسياليزي لي زيفي، يعني باش كنطلعوا من الفوائد ديالهم. الوغ اوتر شوز كنوصيهم بتقليل البهارات، نقصوا من العطر يعني في الطياب ديالنا. حنا الطبخ المغربي نكرهو بزاف بصراحه. الوغ تقليل من القرفه، لان القرفه هي مفيده للسكر وي، مي هي كتقتل الخمائر المعويه، يعني هذوك الخمائر اللي كيعاونونا البكتيريا النافعه فالقرفه كتقتلها. داكو داكشي علاش الناس اللي كيستعملوا القرفه بزايد كيلاحظوا بان الانتفاخ عندهم كيكون شويه زايد. الوغ اوسي ينقصوا من صفر البيض، باسكو اصفر البيض قوي على القولون، القولون كيبذل مجهود كبير بور ديجيري باش نهضموا. الوغ كاين اوسي حاجه اخرى سكون ابل لي كاناري سيت. الكاناري سيت هي سكون ابل زوان. الوغ كنصيبوا منه حساء، كحساء ديال الكاناري سيت هو جد مفيد يعني علاج سحري لامراض القولون. يعني تخد مثلا يعني الا بغينا نديرو بحال الشوربه، يعني وي شوربه حساء ديال الزوان، يعني نديروه الماء العادي نطيبوه، ولا مثلا بغينا نديروه بالحليب؟ لا لا، لان مرضى القولون خصهم ايفيتيو لا كازيين وايفيتيو اللاكتوز اللي كاين في الحليب. كاين في الحليب وي، اللي كاين في الحليب وفي شنو المشتقات ديالو. المشتقات ديالو افكتيمون. باغ كونتر يقدروا يستعملوا مثلا الزبده البلديه داكور، ويستعملوا اي برودوي ليتي فيرمونتي، يعني اليوغورت والرايب واللبن. واللبن داكور. الوغ حاجه اخرى كنوصيوهم مثلا باش يستعملوا واحد النوع من الفواكه اللي غنيه بماده البكتين، لان يعني ماده البكتين كطرد السموم،
ماده البيكتين كتنقي القولون من الفضلات. الو هذا البيكتين كاينه في بابايا، كاينه في الاناناس، وكاينه في التفاح. الو كاين واحد المشروبات اللي هي مفيده للقولون العصبي، مفيده للانتفاخات ديالو، كطرد الغازات وكتحسن من الحركيه ديالو. الو اولا مشروب الاول فيه التفاح، فيه الماء الدافئ، فيه عصير الليمون حامض، فيه زنجبيل، وفيه سال دو مير يعني ملح البحر. هذا مشروب ممكن الواحد اللي عنده القولون العصبي يعني ياكلو يشربو. قولون عصبي، التهاب المسران، انفاخ، الغازات، انتفاخات. يعني التفاح، التفاح مع الماء والمدافي والعصير ديال الحامض والسكنجبير والملح ديال البحر. وي مي التفاح يكون على شكل عصير داكا باش يكون اسهل الهضم. ثانيا عندنا التفاح مع الماء وسي كومباز، كنزيدوا عليها بذور الكتان، زريعه الكتان. وي وبذور شيا. الوغ كاين واحد زريعه الشيا. وي الوغ زريعه الشيا هي من من اغنى لي سورس فيجيتال ديال لي زوميكا 3، وغنيه بالحديد، غنيه بالكالسيوم، غنيه بالبروتين، مع العلم بان امراض القولون كدير فقر الدم وكدير استنفاد الكالسيوم وكدير استنفاد البروتينات. الوغ بذور الشيا هنا في المغرب عندنا يعني نشوف راه بالسميه ديالها هي هذه الشيا. هي بذور الشيا فيكتيمون، بذور الشيا يسول عليها. وي الوغ المشروب الثالث هو مشروب فيه المدافي داكوغ مع اليانسون مع الشمر. الوغ اليانسون بالمغربيه هي حبه حلاوه. ايه داكوغ، والشمر هو النافع. وفعلا يعني النافع وحبه حلاوه يعني دابا في زمان ملي كيكون يعني هذاك المشكل ديال الجهاز الهضمي اولا بحال الاعصاب اولا يعني كنديروا بالراد ديال اتاي اولا يعني الماء فيه شي النافع اولا تيزان ديال حبه حلاوه. الوغ كاتريمون رابع زعما مشروب هو دي بروكولي. البروكولي وي مع سبانخ مع البيرسيل مع عصير الحامض. مع عصير الحامض وي. الوغ خامس مشروب هو سبانخ مع الكيوي مع الجزر مع الخس مع الحامض. الوغ علاش كنسيستيو على الحامض؟ لان الحامض هو ماده حمضيه، ولكن ملي كيدخل الجسم ديالنا و اي سو ميلونج كيتخلط مع اللعاب مع لا ساليف ما كيبقاش حمضي، كيولي الكالين. دونك داك البي اش والحمضيه ديال المعده ديالنا كينوتراليزيها، كيزولها. ومع العلم بان داك الحمضيه الزايده هي اللي كدير جميع انواع الالتهابات وجميع انواع الامراض. الوغ يمكن استبدال الحامض بخل التفاح على شرط ان كان بيو، خاص بخل التفاح يكون فوالا بيو، ما يكونش مخلط بمواد كيميائيه. هادو كلهم على الاقل الشخص ما غاديش يقنط، لانه هاد المشروبات اللي قدمتينا مثلا يعني فيهم خضره وفيهم فواكه، يعني بحال دابا هذا البروكولي مع السبانخ مع المعدنوس مع عصير الحامض، وكذلك السبانخ ممكن نديرو مع كيوي مع الخس مع الحامض. وي وي الوغ كاين اوسي دابا سي لا سيزون ديال السفرجل ديال ليكوان. إيه. دونك كاين عصير السفرجل. داكوغ. كاين اوسي الخروب اللي هو متوفر عندنا، دونك اما نتناولوه بحال كنا كناكلوه ملي كنا صغار يعني كنتحل ولا نطحنوه نديروه اون بودغ ونزيدوه على الحساء، نزيدوه على اليوغور. الا سمحتي نيت كان واحد التساؤل ديال واحد السيده هو انه الخروب كنا تكلمنا شحال مره على الفوائد ديالو، هو نبك الخروب ونبك وي فيكتيمون. اييه وعلى اساس هو الشخص مثلا ملي كيطحن بحال كيجي بحال الطحين. وي يعني ملي كنطحنوه وكنغربلوه يعني هذوك اللي كيكونوا يعني مفرشين كيكونوا شويه قاصحين، دونك واش ممكن ندوزوهم معاه ولا من الاحسن مثلا اللي قدر عليه غير مطحون كامل يعني كيجي بحال السكر كلاسي وكنتخلصوا من هذوك الحبيبات ديالو؟ لا من الافضل ما نتخلصوش من الحبيبات ديالو، يعني يطحن كامل واخا يبقى مفرش شويه مثلا. وي ولكن بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القولون العصبي اي حاجه فيها الحصى باغ اكزومبل الخروب مثلا كيوي اناناس مثلا العنب مثلا العنب مثلا وسي لي فيك دو بارباري يعني كرموس اي حاجه درنا الحبيبات افكتيفلي نطحنوها نزولوا ليها دوك الحبيبات ديالها لان غادي تهيج لهم السيستم ديجيستيف. اما الاشخاص العاديين بغاو يستافدوا من هاد الاحسن الخروب ياخذوه كامل طبعا احسن. واخا احنا مازالين غادي نكملوا، غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه ونرجعوا شنو هما شنو المريض ديال القولون العصبي شنو خصو ياكل، شنو هما الحوايج اللي يمتنع عليهم. معنا ام حمزه. الو
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. كي دايره لاله؟ كي دايره؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. واشر مبروك لاله. مرحبا علينا وعليك لاله. الله يبارك فيك وشكرا على هذه الاذاعه بزاف، كنشكركم بزاف. بارك الله فيك. مرحبا ام حمزه، تفضلي. بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. بغيت ندوي مع الدكتوره. تفضلي. تفضل. الله يخليك. عندي مشكل ديال المصران، هذيك صار 4 سنين وانا كنعاني منه. وي. ومشيت عند الطبيب، دوزت عنده ديك الشيء، قال لي عندك المصران كيتنفخ وكيضيق لك على المعده. وي. وخرج لي واحد التخيطمون. فعلا ديك التخيطمون دابا هذي قلت لك 4 سنين ملي كنديرو الحمد لله كان رجع لاباس، ما عندي حتى شي حاجه. وي. دابا بغيت نعرف واش هاد التخيطمون بقى نوابد عليه ديما، ولا نوقفوا، ولا نعاود ثاني نعاود، ما فهمتش شنو ندير. الوغ لو تريتمون الا كان وافقك فين ما تقبضك النوبه، باسكو المصران ماشي ديما كيحرق، داكور؟ مره كيحرق ومره لا، باسكو هو فوالا هو كيفولوي بنوبات، يعني مره كيكون مزيان مره لا. دونك انت ملي تجيك النوبه وي تقدري تاخذي دواك، هذاك الدواء اللي جا معاك واللي الدواء ديال القولون العصبي كل مره تقدر تاخذه، داكور؟ الوغ الخطر هو انك ما تاخذيش زعما على طول السنه، واش فهمتيني ولا لا؟ يعني لان المصران كاين فترات اللي كيخدم وكاين فترات اللي ما كيخدمش، يعني انتينا ماشي تولفوا وتاخذوا دائما، خاصك تاخذيها في الفتره اللي كتحسي بالحريق. عرفتي علاش؟ باش كومسا كتخلي مصرانك كيخدم، ما كديريش سكون ابل اون باريس كوليك، يعني ما كديريش كسل وعكس ديال المصران. فعلا هادشي اللي كندير انا دابا، حتى تيشدني الحرايق وديكشي عاد ناكلو، وهذا هو احسن زعما احسن استعمال الادويه. بارك الله فيك. مرحبا لالا. شكرا شكرا. مشكل. مرحبا بك ام حمزه في اي وقت. بارك الله فيك. مرحبا لالا. الله يبارك فيك. غادي ناخذ مكالمه اخرى ومعنا السعديه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله السعديه. مرحبا. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتوره على القولون العصبي، واش كيقي المرار؟ كنتقي المرار. الوغ شريفه المرار اللي كتقيه ابيض ولا اصفر؟ لا مره اصفر مره خضر كاع، تنتقيه الخضر. لا الوغ القولون العصبي ما كيقيش المرار. واش درتي تلفازه؟ درتي ايكوغرافي؟ تلفازه على المراره؟ ما... لا على المراره. المراره ما عنديش نهائيا، قالت يقولوا لي ما عندكش الحجر فيها، ما عندك فيها حتى حاجه. ما منفوخاش؟ ما منفوخاش؟ نعم. ما منفوخاش؟ لا ما منفوخه ما والو، كيوريوها ليا هكاك تيقول لي ما عندك لا حجر لا والو. مزيانه. واش ملي كتاكلي بعض المرات كتطلع لك شي حرقه، كتحسي بشي احساس بالحموضه؟ كنحس بها حموضه، بحال الحموضه. الحموضه هذا كنسميوه البيغوزيس. الوغ دابا انت اللي تشكي منه، هذا المشكل اللي كتشكي منه ما عنده علاقه بالقولون العصبي، هذا عنده علاقه بالمعده. نعم. الله يجازيك بخير. بغيت نقول لك اخيرا دابا صدري من الوصف ديال صدري كيضرني، ومشيت عند طبيب القلب. قال لك اللي داروا صدري مشي عند طبيب القلب. ايه. مشيت عنده وقال لي ما عندكش القلب، دار لي هذاك التخطيط، قال لي ما عندكش القلب، وقال لي واش كتقرعي؟ وانا فعلا تنتقرع بزاف. داكوغ. الوغ شوف كتقرع بلا ماكله؟ بلا ماكله. داكوغ. الوغ التقريعه بلا ماكله هي علامه ديال العصب ديال المعده، لو سندروم دو بليكسيوس سولير. المعده. الوغ واش كيقبضك، واش كتحسي بشي حاجه متقله عليك فم المعده؟ شي مراوي شي مر... كتوقع لياك. داكوغ. حيت كاين واحد اللي كنسميوه بالمغربيه، كاين سكون ابل بومزوي. بومزوي وي. فوالا. الوغ بومزوي بالتعريف ديالو هو العصب ديال المعده، هو سندروم ديال بليكسيوس سولير. اشنو كيدير داك بومزوي؟ كيدير الحريق في الصدر، وكيدير الحموضه، وكيدير التقريعه بلا ماكله، وكيدير هاد الشيء اللي كتقول عليه، كيخرج لك صفر لابيل المرار. اي المرار. فوالا. الله يجازيك بخير. دونك خصك تاخذ الدواء ديال المعده، خصك تاخذ مضاد للحموضه. نعم. الله يرحمك. مضاد الحموضه. كاين واحد الدواء اللي كيتخاد الصباح على الريق، داكوغ، هو اللي خصك تاخذ باش نضادوا الحموضه، وخصك تاخذي واحد الدواء ديال التقريعه، راه كاين ديال سندروم دو بليكسيوس سولير. وحتى الا دارت استشاره طبيه عند اخصائي في الجهاز الهضمي وغتعطي هاد الاعراض، يعني بسهوله غادي الوغ تقدر دير استشاره طبيه عند طب عام. طب عام. وي. داكوغ. لان هي شافت المراره ما عندها فيها والو. فيها والو. ولا شافت طبيب القلب ما عندها والو، سكيفيك غدير استشاره عند طبيب عام اللي بامكانه يداوي لها بكل بساطه المشكل ديالها ديال المعده. واخا. الا سمحتي دكتوره، حنا كنتكلموا دابا اليوم على القولون العصبي، وتكلمتي على انه الشخص خصو يتفادى القطاني، وكاين بعض الاشخاص اللي واخا ما كياخذوش الفول والحمص والقطاني عندهم هاد الزياده في الغازات وفي الانتفاخات. وي تماما. الوغ كاين بزاف ديال الميكانيزمات اللي كتعطينا الافراز ديال الغازات. كاين شي اشخاص اللي كيجيو عند الميدسان كيقولوا له انا ما كنتناولش القطاني، ما كنتناولش مشروبات غازيه، ولكن عندي لي غاز. الوغ كاين دي غاز اللي كينجو على تناول اللحوم الحمراء، لان الجهاز الهضمي ديالنا خصو يدير واحد المجهود في هضم اللحوم الحمراء، ملي كيهضمها اللحوم الحمراء كتفرز واحد الانواع من الغازات، كاين الغاز الامونياك، كاين غاز النيتريك.
دونك اللحوم الحمراء الشخص اللي كيتناولها بكثره كدير نوع من الغازات. كاين اوسي سكون ابل التشنجات العصبيه، مثلا هذا القولون العصبي الشخص كيعاني من الكرامب، هذوك لي كرامب كيزيدوا من حركيه الامعاء. دونك من الامعاء كيكونوا في حاله اكسيتاسيون يعني مهيجين، فهما كيفرزوا غازات اللي كنسميوها الغازات كي سونديو ستريس، يعني الشخص اللي كيكون معصب فكيفرز غازات اكثر. هذه حقيقه. الوغ كاين اوسي اكلات لو فات دو كونسومي اكلات غير متجانسه، مثلا الناس اللي كياكل اللحم وكياكل السكر. يعني مثلا الشخص اللي غيتناول اللحم بالبرقوق ولا بالمشماج غيحس بغازات اوتوماتيكمون من بعد الوجبه. الشخص اللي غياكل لو بلا ديالو من بعد غيتبعو بديسير فهو اوتوماتيكمون غيفرز غازات. داكشي علاش كنوصيو بان الديسير يكون بعيد على تناول اللحوم، يعني ما خصناش ناكلو الوجبه ديالنا ونتبعوها بان ديسير، خصنا ناكلو الديسير على الاقل ساعتين متباعده. وي كاين اوسي وجود كابحات للهضم، يعني كاين اشخاص اللي عندهم انزيمات كتمنع الهضم كتمنع البيبسين، هاد الاشخاص هما الناس اللي كيتناولوا القهوه والمنبهات بكثره. كاين اوسي واحد الابحاث بينات بان على حساب لي جروب سانغان، مثلا فصيله الدم او ماشي هي ا ماشي هي بي ماشي هي ا بي، كاين اشخاص اللي على حسب الفصيله ديال الدم ديالهم كيكون عندهم هضم احسن من الاخرين. مثلا جروب سانغان او هو احسن فصيله في الهضم، كيكونش عندهم مشاكل ديال الجهاز الهضمي. باغ كونطخ لو جروب سانغان ا كيحتاج نعطيوه منشطات ديال الهضم. من اهم المواد الطبيعيه اللي كتنشط الهضم عندنا الزعتر، زعتر وي، عندنا اوسي الحلبه، وعندنا لاكاسيا. الله لاكاسيا هي المسكه الحره، الزعتر والحلبه والمسكه الحره بيان سور ما نجمعهمش كلهم. اييه اييه الوغ نستعملوا مره الزعتر مره نستعملوا الحلبه مره نستعملوا المسكه الحره. واخا ناخذ اخر مكالمه معنا فاتحه من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا فاتحه. بخير انت لاباس عليك؟ اييه الله يبارك فيك، مرحبا لالا تفضلي. مع الدكتور الله يرحمه. مرحبا تفضل. عافاك دكتور، انا عندي الجهاز الهضمي، عندي مريضه بالمصران. وي نقول لك انا بالدارجه. اييه عندي مشكل، كانت اول مره مرضت جاني الاسهال. اييه جاني الاسهال والتقيه، نهار اللي جاني داك الشيء اول مره جاني اسهال والتقيه ثلاث ايام وانا طوالت حشك وكنتقيه، وما ديتهاش فيها، مشيت على الفرماسيان خديت الدواء بقيت كناخذ غير في الدواء. واحد المده مشيت ما فاتنيش الاسهال مابقيتش كنتقيه، مشيت للطبيب العام. تبعت معاهم شي مده شي 3 شهور بحال هكاك والو، الدوايات الاسهال الاسهال الاسهال، عرضوني على طبيب خاص ديال المخزن، مشيت تبعت عندهم حتى هما. والو ثاني تيعطوني هذاك اسميكتا وداك داك الدواء. بلا ما نذكرو الدواء ديال المصران اللي كيعطوني هذا تقريبا، اللي كان تيعطوني هذو كيعطوني هذا. مشيت عاوتاني عرفت راسي على طبيب خاص، عطوني ملي ديت دوك الدوايات وداك الشيء عطاتني ندير داك لوسكوبي ديال السيو ديال المصران وديال لا كولوسكوبي. اييه ملي درتو اي قبل ما نمشي عندها قبل ما ندير السكوبي مشيت عند واحد الطبيبه عامه عطاتني ندير ديك التحاليل، خرجوا لي ليكيس في المصران. داكو ليكيس خرجوا لي، قلت مزيان الحمد لله، عطاتني الدواء، عطاتني ديك الدواء ديال الانتي بيوتيك وداك الشيء. وليت شويه واحد السيمانه عاوتاني جاني داك الشيء، عاوتاني رجعت عندها عطاتني ثاني الدواء، عاوتاني هي طلبت لي داك الراديو، شويه انا كنت تخوفت منه. عاوتاني بقى فيا الاسهال مده شي عام تقريبا، وانا الاسهال وضعافيت مابقيتش كناكل، جاني داك الاكتئاب وليت كنخاف، وخمس نعيس صونيت كيبقى قلبي المعده ديالي ماشي القلب، تنحس بالمعده بحال ديك البوط، داك عندي بحال البوط كيبقى يزح عليا دابا، واخا نسمعيش شي حد يتغوت في الزرقه ولا شي حاجه كنحس كيتهز ويتخبط في البلاصه وكتجيني ديك الخلعه من قلبي. وي درت دكتور ديك الاليسكوبي، قالوا لي قالت لي الطبيبه عندك واحد المرض راني ما عرفتش سميتو، بحال سميتو كاين مالادي دو كرون وكاين كاين اي سي اش القولون التقرحي عندي، قالت لي بحال مصارن عندي فيهم، قالت لي بحال في فخات، راه قالتها لي بالفرنسي وما انا ما قاريهش ما عقلتش عليها. واخا قلت لها واش المصران مشرق عندي، قالت لي ياكو كان عندك مصران مشرق وراكي في الكوما. اييه قالت لي لا، قالت لي عندك مصران كله عنده بحال فيه بحال الحمص، وهما في لي بوليب لي بوليب
قالها قالت لي بفرونسي اها اها ماشي مشكل ماشي مشكل اها نعم قالت لي بحال هاد الشكل ما تاكليش الهندي ما تاكليش فريز ما تاكليش الحوايج اللي فيهم الحبوبات باش ما تلصقش لك باش ما تلصقش وي تماما ما تكونش عندنا انفيكسيو ولا شي حاجه عطاتك شي دواء عطاتني دكتور الدواء وقالت لي عطاتني الدواء شعطاتني الدواء وقالت لي عندك شويه عندك شويه الحساسيه في المصران ايه عادي ملي كيكونوا لي بوليب ملي كيكونوا دوك كيف ما قالت لك فسرات لك دوك النفيفخات شويه في المصران هما كيردوا المصران حساس يعني اي حاجه غتاكليها غتاثر عليك واخا مابقاش الوقت شنو ممكن نصحوا فاتحه الوغ خاصها ترد البال بان هذوك اللي دير تغذيه سليمه كيف ما قلنا تبع النصائح داكور ديال شنو تاكل شنو ما تاكلش لان التغذيه هي لا سوليوشن وخاصها ترد البال بان هذوك لي بوليب يعني دوك النفيفخات ما خصهمش يكبروا داكور ودير عليهم مراجعه يعني كونترول لان ملي كيكبروا كيحتاجوا الجراحه باش تحيدهم يعني باش تفادى الجراحه من الاحسن انه تبقى متبعة الدواء ديالها والتغذيه كيف ما عطات الدكتوره وديك الساعه وما خصهاش تهاون في الكونترول ما حدهم دابا ما فيهمش شي حاجه قبيحه يعني لقيت اللي تقول لها رجعي عندي مثلا من الاحسن ترجع عندنا ما تهاونش ومن الاحسن دير كولوسكوبي يعني مره في السنه تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب